امتدادا من آلام استشهاد الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي بداية العام الماضي دون جدية القصاص من المنفذين، مرورا بترهيب ووعيد لعناصر السلطة الرابعة، تبدو صورة المشهد الإعلامي في البصرة أكثر خطورة من باقي المحافظات، كونها تميزت بتعدد أنواع التضييق والملاحقة. الذكرى 52 بعد ال100 ليوم الصحافة العراقي تزامن هنا مع تلويح دائرة صحة البصرة برفع دعاوى قضائية بحق مراسل ومراسلة، إذا ما استمر بنقل معاناة المواطنين من داخل المستشفيات الحكومية. تلويح اللجوء للقضاء بدل إيجاد حلول المشاكل التي تشخصها التقارير الإعلامية، تدفع الجهات المعنية لزيادة حدة المطالبة بتفعيل قانون حماية الصحفيين. أغلب المؤسسات تحجب الخبر وتعرقل العمل الصحفي، ولهذا يصير هذا الاحتكاك. احنا جاي نلاحظ ايضا اكو دعاوي كيديه جايه تعرض لها الصحفي، واحنا نطالب يعني من خلال المنبر هذا انه تفعيل قانون حمايه الصحفيين، لانه لحد الان هذا القانون معطل ولهذا تظهر هاي المشاكل. صحفيو البصرة بدورهم استثمروا تجمع الذكرى السنوية لعيد الصحافة، مستنكرين أساليب بعض دوائر الدولة التي بدأت تتبع سياسات التضييق والتهديد بحقهم، آملين بغد يبعد عنهم رصاص المجهولين وإشارات التهديد والوعيد، وخلق بيئة ملائمة لعمل صحفي مهني إذا ما سن قانون يحميهم. إعارة الأهمية لهذا الجانب لخدمة الصحفيين بالدرجة الأولى، لأن عملهم هو يخدم المجتمع ويخدم المؤسسات الحكومية. تسلط الضوء على ما هو سلبي في الصعيد المادي المؤسساتي وما يتعلق بخدمات المواطنين لتلفت انتباه الجهات ذات الصلة بالموضوع. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.